بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس أحمد إبراهيم، راح أقدم بالتعاون مع شركة التعليم التفاعلية محاضرة تعريفية عن قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات. متأمل إنه تكون هالمحاضرة مفيدة للطلاب اللي حابين يعرفوا أكثر عن القسم والدراسة فيه، وكمان طلاب مستجدين بالقسم. النقاط الأساسية اللي راح نحكيها ضمن هاي المحاضرة، هنحكي مقدمة تعريفية عن القسم والتعرف على علم الإلكترونيات وعلم الاتصالات بشكل عام، وبعدها رح نحكي عن حياتي الجامعية مراحلها وتخصصاتها، وبعدين ممكن نحكي عن مستقبل مهندس الإلكترونيات والاتصالات ومجال العمل المتاح والآفاق المستقبلية للخريجين. بداية مقدمة تعريفية عن القسم، لازم نعرف أن الفيزياء هي أم العلوم، أما الكهرباء هي جزء من علوم الفيزياء، والإلكترون هي مرحلة متقدمة من الكهرباء. وبتعريف بسيط عن هذا العلم اللي هو علم الإلكترون، هو العلم الذي يهتم بالعناصر الكهربائية البسيطة كالمقاومات والمكثفات، وصولا إلى عناصر متقدمة تعتمد على أنصاف النواقل كالديودات والترانزستورات وربط بينها للوصول إلى دائرة متكاملة بغية تحقيق هدف وغرض معين. أما بالنسبة لعلوم الاتصالات، فهي بكل بساطة هي العلوم المسؤولة عن توليد الإشارات الكهربائية والإشارات الكهرومغناطيسية ونقلها عبر الأسلاك أو عبر الفضاء، بالإضافة إلى تعديلها وتشفيرها ومعالجتها للوصول إلى المحطة المطلوبة، ومن ثم استخلاص الإشارة الأصلية المرسلة. وطبعا رح نعرف أكثر عن هاي التخصصات ضمن هاي المحاضرة التعريفية، بس نحكي عن موادها. حياتي الجامعية ضمن الكلية، طبعا قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات هي أحد الأقسام ضمن كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية اللي بتضم مجموعة هندسات تانية مثل هندسة الطاقة الكهربائية، الهندسة الطبية، هندسة الحواسيب والأتمتة، هندسة الغزل والنسيج وغيرها من الهندسات. طبعا الحياة الجامعية اللي حنعيش فيها مرحلتين جامعيات أساسيتين ضمن الجامعة. المرحلة الأولى هي المرحلة الجامعية الأولى، تسمى الأندر جراجويت، مدتها 5 سنوات ضمن كليتنا. بيحصل الخريج فيها على درجة الإجازة أو البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وهي المرحلة اللي هركز وأحكي عنها بشكل موسع عن هي المحاضرة. أما المرحلة الثانية هي مرحلة الدراسات العليا أو الهاير ستاديز، يلي رح يقدر من خلالها يوصلها المهندسين يلي تخرجوا معدلات عالية وكانوا كفء حتى يكملوا هي الدراسات، ورح أحكي عنها لاحقا بشكل مقتضب. بالنسبة للجامعة، المرحلة الجامعية الأساسية أو المرحلة الجامعية الأولى رح تنقسم فيها المواد مجموعة العلوم الهندسية الأساسية، يعني بده يكون كل مهندس عنده اطلاع عليها، ورح تكون مشتركة بين أغلب الأقسام، ورح تكون تقريبا رح تاخذ بالسنة الأولى والسنة الثانية وبداية السنة الثالثة. أما المرحلة أو المجموعة الثانية من العلوم هي العلوم التخصصية، رح يبلش فيها الطالب يحتاج بها بالسنة الثالثة، ويبلش يفوت بالاختصاص ويتعرف عليه، ويبلش يكون رأيه الشخصي وانطباعه وميوله، ويكون ببلش يكون ميوله حول أحد هاي التخصصات يلي ممكن يركز عليها ويستمر فيها لاحقا بالمستقبل. العلوم الأساسية العامة اللي رح تاخذ ضمن الكلية، ممكن نحكي هي مجموعة مواد أساسية، وهي مرحلة تكملة مرحلة دراسة ثانوية، فما حتكون بدايتها هي صعبة. رياضيات رح تشمل معادلات القطية والتكاملات والتفاضلات والمعادلات التفاضلية. أكثر شيء بهم مهندس الاتصالات فيها هو الإحصاء والاحتمالات. أما بالفيزياء، فهي رح ناخذ فيزياء من نوعيها التقليدية كعلوم الضوء والعدسات، أو الفيزياء الكوانتية الكمية كعلوم الذرة والنظرية النسبية. أما الكيمياء رح نتعرف فيها من خلالها على مكونات أهم المركبات الكيميائية، بالإضافة لعلوم الترموديناميك والتفاعلات الكيميائية. وطبعا الكيمياء والفيزياء لها مخابئ رح نتعرف فيها على أهم التجارب ونسبة أهم القوانين الموجودة فيها. مادة الرسم الهندسي هي مادة ما أنا من قسمنا، هي مادة من قسم التصميم الميكانيكي. هاي المادة رح تنمي مخيلة الطالب تصور أي شكل له حجم مرسوم على الورق وبالعكس، وهي المادة عملية كاملة حتكون ضمن مراسم. الميكانيك الهندسي كمان هي مادة من قسم الميكانيك، وبتحكي عن المبادئ الأساسية للميكانيك كالمبادئ اللي أخذناها بالبكالوريا، ممكن نطورها كعلوم التوازن، علوم الحركة، وعلوم التحريك. اما المادة اللي بعدها ممكن هي الاساس، المواد العلوم الاساسية العامة، هي مدخل الحاسوب. ان الكمبيوتر مثل ما بنعرف هي صارت آلة العصر، ولازم نتعرف على مبادئ الهاردوير والسوفتوير اللي بيشتغل فيها اي كمبيوتر، وطبعا نتعرف على انظمة العد الاساسية، ثنائية، انظمة العد العشرية، انظمة العد الثلاثية عشر. وطبعا لازم العلوم الاساسية العامة لازم كل مهندس يملكها هي اللغة الاجنبية، ومع كل احترام اللغة العربية اللي بنفتخر فيها، بس اللغة الإنجليزية يوم هي لغة العلم، وهي اللغة المنتشرة في العالم والمسيطرة على كل شيء، وكل طالب مهندس بيتقن لازم يتقن هاللغة لحتى يكون قادر على توسيع معرفته ومكاوته التطور المذهل اللي عم يصير بكل لحظة وبكل يوم.
طبعا ممكن نحكي فكرة عامة عن العلوم الهندسية اللي رح تكون مشتركة بين أغلب الاختصاصات، هي ما أنها تخصصية بقدر كبير، هي حتكون لازم المهندس يمتلكها يكون عنده فكر عن المجالات التانية اللي عم تصير قريبة من اختصاصه، ورح نلاحظ إنه هي حتكون أكثر ميلانا للكهرباء كونه مثل ما حكينا الإلكترون هي جزء مشتق على الكهرباء. من هي المواد أصل الهندسة الكهربائية اللي رح تحكي عن أهم العناصر والمفاهيم الكهربائية من مقاومات مكثفات طبعا مع قوانين أساسية وإثباتها قوانين أوم قوانين كيرشوف وغيرها. الدارات الكهربائية هي حاصل جمع أكثر من عنصر مع بعض أكثر من عنصر مع بعضهم البعض وأكثر من بعض مع بعضهم البعض وندرس تأثير هي الخلطة من العناصر والمواد مع بعض البعض والتيارات والجهود اللي رح تحصل فيها. أجزاء الهندسة الإلكترونية هي من أهم المواد الأساسية اللي لازم الطالب يفهمها منيح حتى يقدر يمشي باختصاص الإلكترون، وراح تحكي عن أهم العناصر الإلكترونية وآلية عملها بشكل أساسي ترانزستورات وديودات بأنواع الترانزستورات البي جي تي أو ترانزستورات الفيت. طبعا البرمجة هو المعطيات هالمجال مو بس برنامج مكتوب بلغة معينة، لا هو عبارة عن طريقة ومنهجية ترتيب الأفكار ومناقشة أي مشكلة وضع آلية وطريقة لحلها. بالعودة للمنهاج طبعا هذا بالكلية حتعتمد بشكل أساسي على لغة سي بلس بلس اللي رح يفهمها الطالب ويتقنها بداية لدراسة المقررات، وهي عبارة عن 3 مقررات رح تنعطى بالجامعة. مادة خواص المواد الكهربائية هتحكي هي المادة عن أهم المواد المستخدمة في تصنيع العناصر والنواقل والعوازل وتأثيرها بدرجات الحرارة، تأثيرها بالرطوبة، شو ممكن تتغير، ليش أنا عم بستخدمها، يعني أي مادة عم تستخدم بالمجال الكهربائي حنتعرف عن أهم مركباتها. نظام القدرة الكهربائية طبعا كمان هي مادة مو قسم، مثل ما حكينا هي إلها ميول أكثر هي المرحلة أو هي مجموعة المواد إلى القسم الكهربائي، وهي المادة هي مستمدة من قسم الطاقة الكهربائية، بتشرح طرق نقل القدرة الكهربائية انطلاقا من محطات التوليد الأساسية وصولا للكهرباء المنزلية والفيشة اللي احنا بنقدر نغذي فيه مروحة أو غسالة أو أي شيء بالمنزل. بعدين ممكن نحكي عن مواد قياسات الكهربائية. طبعا قياسات الكهربائية ببساطة هي آلية أو كيفية قياس أهم البارامترات الكهربائية. طبعا أهم البارامترات الكهربائية هي التيار والجهد والاستطاعة، وذلك باستخدام وسائل وأدوات ودارات معتمدة على عناصر كهربائية أهم على الإطلاق الأفومتر. طبعا الأفومتر أكيد الكل بيعرف أنه هو الإيد اليمين بالنسبة لأي مهندس كهرباء. آخر مادة ممكن العلوم الهندسية العامة تشترك فيها الأقسام هي نظرية الحقول الكهرطيسية، الحقل الكهربائي ساكن وحقل الكهربائي مغناطيسي وتكامل هدول الحقلين حتى نوصل لحقل الكهرومغناطيسي. طبعا رح ناخد اهم بارامترات او الشيء اللي يميز كل حقل من هاي الحقول وتاثيره على محيطه كالتدفق والسياله وهي الامور الثانيه تدرس الامور المغناطيسيه. عفوا بالنسبه للعلوم التخصصيه هي اللي حاول اتوسع فيها ونحكي عن تخصصنا شو رح يكون فيها بشكل كبير. بداية هحكي عن الهندسة الإلكترونية. أول شيء الهندسة الإلكترونية رح تتضمن عدد من التطبيقات، هي مو بس دارات إلكترونية أو شيء يتعلق بالإلكترون، في كثير تطبيقات رح تنشمل ضمن هذا الموضوع. هحاول أحكي بشكل محتضم عن كل وحدة من هدول الأقسام بغض النظر عن المقررات، ولكن الأفكار يلي أو الأمور اللي علاقة بتخصص الإلكترون رح تنعطى بالجامعة رح تكون كالتالي. بداية رح بلش مع الدارات الإلكترونية. الدارات الإلكترونية حتكون أكثر من مقرر، تتناول أهم الدارات الإلكترونية، توليف مجموعة من العناصر الإلكترونية المعروفة اعتمادا على الترانزستورات بشكل أساسي، مكبرات عمليات حتى نوصل إلى دارات متكاملة أو الآي سيات. طبعا هي من أهم مواد القسم يلي لازم الطالب يعرفها ويتقنها إذا حابب يتخصص بمجال الإلكترون. رح أحكي عن موضوع التخصص لاحقا ضمن هي المحاضرة، ليش الواحد لازم يحدد تخصصه. بعدين ممكن نحكي عن النظم المنطقية والدارات الرقمية، هننطلق فيها من أبسط تركيب لدارة بتفهم لغة الصفر والواحد حتى نوصل للقلابات مسجلات الإزاحة وسجلات تطبيقاتها لحتى نقدر نكمل بيناتهم نوصل لدارة رقمية أو ديجيتال سيركت كاملة مثل الآلة الحاسبة على أبسط مثال، وطبعا إلى مخبر كتير ممتع ممكن نحصل فيه على كتير تطبيقات جميلة. التخصص بالهندسة الإلكترونية التالي هو التحكم الآلي، من الاختصاصات كتير حلوة بتدرس نظريات التحكم من خلالها بنقدر نطبق العديد من مشاريع التحكم مثل محركات السيرفو مثل الخزانات مثل الآلات الدوران وغيرها من الآليات اللي تتطلب عمليات تحكم وكنترولر عليها. المادة اللي بعدها تحكمات صغرية اللي رح نفهم بنية المايكرو كنترولر، آلية برمجته، آلية عمله حتى وكيف لازم نعطيه سلسلة الأوامر حتى يعطينا سلسلة تنفيذ للعمليات لقيادة أو تحكم بآلة
او طرفيه مثل الشكل الموجود بالصوره، عباره عن ممكن اقرب للسياره تعتمد على محرك. طبعا بالبرنامج المكتوب على المايكرو كنترولر هو اللي حيقودها، فنحن بدنا نفهم كيف رح نقدر نتعامل ونتخاطب مع المايكرو كنترولر. التخصص اللي بعده هو الكهرباء صوتيات، وطبعا هذا التخصص ما حيكون موجود، يعني هذا بتتفرد فيه الهندسه الالكترونيه، اكيد مو موجود بباقي الاقسام الثانيه. رح تدرس الصوت وتهتم بدراسه الصوت من المنشا من حنجره الانسان حتى وصوله للمستمع عن طريق السبيكرات. بتضمن اليه كمان الالات الموسيقيه الهامه اللي بتعتمد على النفخ وعلى مرور الصوت ضمن انابيب صوتيه، وطبعا تعتمد على توزيع الصوت بالقاعات بالسينما بالمسارح وغيرها من الامور تتعلق فيها، مثل مثلا كمان ترميز الصوت، ترميز الويف، ترميز الام بي 3، كيف نحصل على كل واحد من هدول التراميز والخصائص تبعه. ممكن بعد نحكي عن الاتصالات المرئيه والتلفزيون، طبعا هي الصوره المنقوله انطلاقا من كاميرا المصور ووصولا الى ايره العرض بالمنزل اللي هي التلفزيون. كيف تشتغل الكاميرا، كيف بيشتغل التلفزيون، كيف يصير التخاطر بيناتهم، كيف انا بقدر اعرض الصوره بالنسبه للمشاهد. وطبعا كمان هي ما بننسى كمان الاختصاصات اللي موجوده حصن ضمن الهندسه الالكترونيه بتنفرد فيها. الالكترونيات الصناعيه، فينا نحكي انها الالكترونيات القدره، يعني مو هي العناصر الالكترونيه البسيطه الصغيره، لا هي العناصر اللي مستخدمه بمجالات صناعيه كبيره. يعني بالتالي ممكن نتخيل انه العناصر او الادوات اللي عم تتعامل مع نفاث رياح كبيره او عن محطات توليد طاقه كبيره، مو مثل يلي موجودين ضمن ريموت كنترول منزل صغير او اداه تحكم بالمكيف او غيرها. كمان ممكن تحكي هي الماده عن اجهزه التحكم الصناعيه اللي هي بي ال سي، ممكن عن طريقه اتحكم بخط انتاج كامل او منشاه صناعيه ضخمه. وبعدها ممكن احكي عن مقرر او تخصص اللي هو القياسات الالكترونيه. القياسات الالكترونيه تختلف عن القياسات الكهربائيه، لانه هون حنستخدم عناصر الكترونيه لقياس بارامترات كهربائيه، بينما كانت الماده الماضيه او تخصص الماضي استخدام عناصر كهربائيه، وفي فرق كبير بين العناصر الكهربائيه والعناصر الالكترونيه. عفوا منكم. اهم الادوات اللي احنا بنستخدم القياسات الالكترونيه هي رسم الاشاره طبعا، ومحلل الطيف، وصول ممكن عن طريقهم الى دقات عاليه كثير كبيره، ما انه هي رقميه انه هي ديجيتال انه هي الكترونيه ذات حساسيه عاليه. طبعا هي اللي حكيت عنها هي اهم التخصصات يلي موجوده بقسم الالكترون، وكل واحد بيناتها مثل ما ذكرت هي اكثر من ماده، ولكن تخصصات في تخصصات تحت ينفرد فيها هذا القسم، وكل واحدة ممكن تعطي افق للطالب حتى يكمل فيها حياته المستقبليه ويتوسع بدراستها. اما بالنسبه لهندسه الاتصالات فبصراحه هو جزء يلي انا كثير بحبه وبنحاز له اكثر من الالكترون، ومثل ما ذكرت من قبل الطالب رح يميل احد الاختصاصين، يا اما الالكترون يا اما الاتصالات، وبنصح الطالب مثل ما مال احد الطرف يهتم بمواده اكثر حتى بعد التخرج يكون قادر على اختيار جزء او تخصص، يعني تخصص جزئي من هي التخصصات العامه حتى يقدر يكمل فيها حياته. رح احكي عن شويه المواد. بدايه نظم الاتصالات، هلا سواء نظام الاتصالات كان نظام رقمي مثل او ديجيتال او تماثلي مثل نظام البث التلفزيوني او القنوات الارضيه، رح يحكي رح تهتم ببنيه نظام كامل، بدايه من تعديل الاشاره ورساله ومتى وسط انتشار، سواء كان عبر اسلاك سواء كان عبر الجو او خارج الغلاف الجوي، ثم استعاده الاشاره الاصليه من بالطرف الاستقبال او عند محطات الاستقبال. طبعا ممكن امثله عندنا مثل المقاسم الهاتفيه الارضيه، شبكات التليفون الارضي، ممكن نظام الاتصالات الفضائيه اللي عن طريق احنا عم نستقبل القنوات الاذاعيه والتلفزيونيه الفضائيه. ممكن تخصص ثاني ضمن الاتصالات وكثير مهم هو معالجه الاشاره الرقميه، سواء كانت هاي الاشاره صوت او صوره. مفهوم المعالجه الرقميه شو بتعني؟ بتعني تطبيق مرشحات او فلاتر او تعريض الاشاره مجموعه من المتغيرات لحتى تحقق هدف معين، مثل التعرف على الوجوه. يعني ممكن نحن اشاره الصوره عن طريقه نتعرف على الوجوه ببحث عن بصمه تميز هذا الوجه او تميز هذا الصوت عن باقي الاصوات. تتم طبعا الاشاره معالجه الاشاره اما بشكل هاردوير باستخدام الدي اس بيات او بشكل برمجي باستخدام برنامج كتير رائع كتير مهم، هو البرنامج الهندسي الاول لاي مهندس اللي اسمه الماتلاب. بالنسبه لشبكات الراس والمعطيات، طبعا هو فينا نحكي عنه عمليا هو اكثر تخصص مهم بعالم الاتصالات، له كتير تطبيقات بتسيطر على قطاع كبير كتير من سوق العمل. هذا التخصص هو المسؤول عن ربط اي شبكتين او مخدمين موصولين مع بعض البعض او سيرفرات،
ويعني من ابسط مثال كمنزل مربوط فيه كمبيوترين، حتى وصولا الى شبكه الانترنت هي اللي بتحتوي ملايين الاجهزه اللي ممكن تدخل على هي الشبكه العملاقه. عفوا، منكم اتصالات راديويه وميكرويه، هو كمان من التخصصات كثير حلوه بمجال الكترون الاتصالات او بالمجال الاتصالات بشكل خاص، راح تكون ضمن اكثر من مقرر بيحكوا عن الاشاره الراديويه، انتشار الاشاره الراديويه، عن الهوائيات او الانطينات، انواعها، امواج الميكرويه، او عن انظمه الرادار وانظمه السونار. طبعا هالشيء كله بيصب انظمه الاتصالات اللاسلكيه بشكل اساسي مثل شبكات الموبايلات او شبكات الملاحه البحريه وغير الانظمه اللاسلكيه النقاله. ضمن تخصصات الاتصالات ايضا في عنا نظريه ترميز المعلومات. هلا انا مشان اقدر شفر المعلومات اللي عندي بالاستفاده من خواصها التوزيعيه الاحصائيه اللي حكيت انه كثير اللي رح تكون مهمه بالنسبه لي كرياضيات بمفتاح معين، هذا المفتاح او الكي انا بمتلكه ورح شفر معلوماتي على اساسه، والجهه المستقبله حتكون عندها هي المفتاح، وبالتالي اي شخص ما عنده هذا المفتاح ما هيقدر يعرف شو موضوع هاي المعلومات، وبالتالي انطلاقا عن نظريات الترميز والمعلومات الاساسيه حقدر انقل قدر الامكان معلومات امنه غير ممكن اختراقها، غير ممكن كشف ما هي شو هي. وطبعا رح استخدم هي ضمن اي نظام بنكي تحتوي حسابات بنكيه، ضمن اي نظام عسكري فيه معلومات مهمه او خطيره، او ممكن كتخصص اضافي لقسم او هندسه الاتصالات هو الاتصالات البصريه والالياف الضوئيه يلي كثير بنسمع عنه، الفايبر اوبتيك. شو هو الفايبر اوبتيك؟ يلي هو ممكن نسمع عن اي عطل انترنت الفايبر الكابل الضوئي انضرب. طبعا الكابل الضوئي بيتميز نقل سرعاته كثير كثير عاليه، رح نتعرف عليه انطلاقا من بنيته كليف زجاجي وكيف بيتصنع، كيف بنشكله، شو امكانياته، شو خواص الضوء اللي عم ينتشر ضمنه، كيف عم يتم الانتشار اساسا ضمن هذا الليف الضوئي. هيك بنكون حكينا بشكل اساسي عن الاختصاصات اللي موجوده بهندسه الالكترونيات وهندسه الاتصالات والحياه الجامعيه بشكل عام كمرحله دراسيه اولى، وان شاء الله بعد التخرج امن منكم انه كلكم تخرجوا ان شاء الله بخمس سنين ومع علامات عاليه، رح تكون مرحله الدراسات العليا بانتظاركم. هلا طبعا مرحله الدراسات العليا رح احاول احكي عنها بشكل كثير اصيل حتى يكون الطالب عنده افق انه بعد خمس سنين انا حابب اكمل دراسه وين لازم اتوجه. بداية لازم نعرف شو هي درجات الدراسات العليا. درجات الدراسات العليا بشكل اساس هن خمسة: دبلوم، ماجستير، دكتوراه، استاذ مساعد، استاذ. استاذ يعني بمعنى بروفيسور، اللي هي اعلى مرتبة علمية ممكن الواحد يوصلها، ولكن هذا الحكي مو متاح بكليتنا. ضمن الماجستيرات المتاحة بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات رح تكون مدتها عامين دراسة فيها ضمن احد التخصصين، اما الكترونيات متقدمة او اتصالات حديثة. طبعا هذا الشيء لحد هذا التخصص هو الكلية هي اللي بتفرضه. ممكن اذا رحنا على جامعات تانية ممكن نلاقي فيها تخصصات متاحة اكثر من هاي الجامعات. طبعا لا يمكن الموضوع الماجستير الدراسات العليا بجوز ما تكون محصورة بالاختصاص، ممكن الواحد يكمل اختصاص مثل معهد العالي لعلوم الليزر اللي موجود كمان كلية الهندسة الميكانيكية الكهربائية، او ماجستير بادارة الاعمال او بادارة النظم، وغير الماجستيرات المتاحة للطالب. الواحد لازم يكون عنده اطلاع شو ممكن يكمل دراسة عليا. اخر شيء بهي المحاضرة التعريفية حابب احكي عن مهندس المستقبل، مهندس الالكترونيات والاتصالات، مجالات العمل وافاق المستقبلية اللي قدامه. بس بالاول بدي احكي شوية نصائح بدي اقدمها لجميع الطلاب على امل انه يكونوا يستفيدوا منها. اول شيء، مجال العمل ليس محصور ضمن مجال عمل المهندس، طبعا مو محصور ضمن اختصاصه، بالتالي لازم اي مهندس يكون عنده اطلاع على مجموعه من العلوم، بما انه المواد في مواد مشتركه في اختصاصات مشتركه، يكون مؤهل حتى يشتغل ضمن تخصصات تانية مو مثل مهندس معلوماتيه. انا مهندس اتصالات هاي حالي عم اشتغل بشكل برمجي كتير كبير، او بكون مهندسة طبية او اقرا الهندسة الكهربائية. طبعا هذا الشيء مثل ما قلنا بسبب تداخل العلوم مع بعضها البعض، وبالتالي ما احصر انا يكون فكر بشكل واسع، ما افكر بشكل ضيق ضمن كلمة الكترون كلمة اتصالات. الهندسة مفهومها هو اكبر من هيك بكتير. ممكن الدراسة الاكاديمية بالجامعة اللي احنا عم ناخذها، معلش اسمها دراسة اكاديمية، اللي تعتمد على منهاج مقرر، تقديم فحص، علامة نظري، علامة عملي، علامة معينة، إذا تجاوزتها فأنا نجحت بالمادة، وإذا ما تجاوزتها فأنا ناسب بالمادة. فهي الدراسة الأكاديمية طبعا هي غير كافية لتأمين فرص عمل جيدة ودخول سوق العمل. هذا الشيء لازم تساوي مجموعة
نكتسب او نكتسب مجموعه من المهارات والخبرات التجريبيه والعمليه. كيف ممكن نسوي نشاطات، ممكن نسوي دورات تدريبيه خلال سنوات دراسيه، استغل وقت عطله صيفيه، استغل حتى خلال الدراسه، سوي دورات لها علاقه باختصاصي، سوي دورات بالشبكات، سوي دورات اتصالات، سوي دورات مهارات الكترونيه، مهارات قياس وغيرها من الشغلات يلي بتقوي مهاراتي. يعني بالاخير الشركه بدها توظف انسان عنده مهاره يقدر يفيده، مو بس عنده علم. يعني بالاخير ما يحطوا لك لا مساله تحلها ولا معادله تحلها، بدهم موضوع بدك انت تشتغله، بدك قضيه انت بدك تحلها اعتمادا على مهارتك اليدويه وكيفيه تنفيذ هذا الشيء. بالنهايه لكل مهندس عم يطلع ليصير منصب اداره ضمن شركه او يعني ضمن مجلس اداره شركه كبيره، اكيد لازم يدرس علوم اداره المشاريع والاعمال. مشان هيك حكيت عن ماجستيرات، في ماجستير اداره اعمال موجوده، الواحد لازم يكون عنده فكر فيها اذا حاب يوصل لهي المراكز الاداريه ويطلع عن المجال التقني اللي فيه احتكاك اكثر مع الاختصاص. والنقطة الأكثر أهمية لازم كل مهندس يحط بباله، سواء بغض النظر عن اختصاصه، وخاصة على فكرة ضمن الفرع تبعنا، إنه هذا الفرع عم يتطور كل يوم، مو بس كل يوم، عم يتطور كل لحظة وفيه شيء جديد، ولازم يضل المهندس على اطلاع بتطور التكنولوجيا الرهيب، وإلا حيضيع بالسوق والمنتجات حتسبقه. وإذا هو بده يشتغل على الشيء اللي هو متعلمه أكيد ما حيقدر يواكب السوق، إنه هذا الشيء كتير رح يسبقه. بتمنى هالنصائح تكون مفيدة. هلا اخر شيء بدي احكي بشكل سريع انه مهندس الكترون اتصالات شو ممكن يشتغل. طبعا ممكن يشتغل ضمن بيئه صناعيه مثل معمل او شركه كبيره، مواضيع تحكم، مواضيع مراقبه خط انتاج، مراقبه سير عمل منشاه صناعيه كبيره مثل باستخدام البي ال سي، باستخدام ادوات تحكم اخرى، مراقبه البارامترات الاساسيه اللي عم نمر فيها. ممكن يشتغل بصيانه تجهيزات لانه بيمتلك فكره وادراك عن اليه عمل هي التجهيزات، عن هي الدارات. بما انه انا عندي قدره على تحليل اي داره فانا قادر على فهم كل قيمه انا عم اقيسها شو بتعني واذا هي صحيحه او خاطئه، وبالتالي انا قادر على احصر الخطا وين، وبالتالي بعرف العنصر اللي فيه ومش لشي هو ممكن صلحه او ممكن استبدله حسب ظروف العمل اللي انا عم اشتغل فيها. ممكن اكثر اشتغل ضمن شركات حلول وتصميم مشاريع هندسيه، وهذا الشيء بيعني انه انا بكون عندي شركه مستعده اقدم حلول لصاحب العمل، صاحب العمل رح يجي يعرض علي مشكله حابب يلاقي لها حل هندسي حتى ينفذها، مثل انه هو خايف ما يصير عنده حريق، فانا بدي الاقي حل هندسي انه احميه من هذا الحريق. كيف؟ ممكن عن طريق نظام رح يعتمد على قياس درجه حراره الجو او تحسس للحراره او تحسس للنار، عن طريقة رح يبعث إشعارات لمدير الشركة للإطفاء ويشغل بعض الطفايات الداخلية لحتى يحمي حاله. طبعا هذا الشيء رح يكون يعني هذا هي اسمها شركات الحلول الهندسية اللي احنا بنسمع عنها بجوز ما عندنا تصور انه شو هي شو عم تقدم. طبعا ممكن يكون شغل غيره ضمن شركات كبيرة بقياسات والاختبارات. يعني انا صممت المنتج تبعي، عندي شركة صناعية صممت المنتج تبعي، بدي اقيس هذا المنتج، اخذ الخرجة اللي عم يعطيني اياه وحتى اعرف جودة الخدمة اللي عم يقدمها هذا المنتج تبعي. هو لو حكينا بشكل تسويقي اكثر ولكن شيء كتير مهم، وحتى اعرف انه رح اقدر ينافس بالسوق ولا لا. طبعا بكون انا عندي اطلاع على السوق حتى اعرف الشيء اللي انا نفذته رح يقدر ينافس السوق ام لا. ممكن ايضا نشتغل مثل ما حكينا، ما انه هو بنفرد موضوع النقل التلفزيوني بموضوع الصوت والكهرباءصوتيات، فممكن نشتغل بعلوم هندسه الصوتيات والمرئيات. بالاضافه ممكن نشتغل معالجه الاشاره الرقميه، تحليلها سواء كانت صوت او صوره، اي شكل معطيات اخر، مثلا حتى انظمه حمايه مثل ما حكينا الكمثال عنها، انظمه حمايه من السرقه، نظام تعرف على الوجوه، نظام تعرف دخول البوابات عن طريق البصمه، اي شيء رح يتعلق بالاشاره، مثلا قياس استطلاعات الاشاره وتحليلها واخذ عنصر منها، مثل ما حكينا عن موضوع الفلاتر. طبعا مجال معالجه الاشاره الرقميه هو كتير كتير كبير. ممكن اذا هلفتنا اكثر بالاتصالات نحكي عن ممكن يشتغل اي مهندس ضمن اي اي اس بي او مزودات الانترنت. طبعا مثل مزودات الانترنت مزودات الانترنت سوا، طبعا هذا الشيء مثل ما حكينا اتصالات وشق الشبكات الاساسي يلي فيه. ممكن يكون الشغل كمان بشبكات ولكن ضمن شركات كبيره الى عدد من الفروع مختلفه منتشره انحاء المحافظات، او ضمن محافظه الواحد الى اكثر من فروع، او مبنى كتير كبير رح يربطوا الاقسام، او ضمن كليه كبيره، كذلك امره بشكل اساسي بنوك التجاريه.
كل بنك تجاري اكيد عنده سلسله من الفروع، اكيد عنده لازم يتطلب نقل بيانات عاليه، وخاصه شركات التحويل، شركات الصرافه، شركات النقل والايداعات. وهذا الشيء بيتطلب مهندسين اتصالات عندهم خبره كتير عاليه. ممكن يشتغل مهندس ضمن شركات اتصالات خاصه وعامه، مسؤول عن مشاريع تركيب شبكات هاتفيه او تنفيذ شبكات هاتفيه، مثل او تنفيذ مقاسم، ربط مقاسم مع بعضها البعض. طبعا هذا شيء له علاقه بالاتصالات، طبعا اكيد الشبكات موجوده، ولكن رح ننفذ مشروع اعتماد على مبادئ اساسيه الاتصالات. يعني بنيه النظام اللي انا عم نفذه هي رح تفرض علي اليه التنفيذ لحتى اقدر البي فيه التنفيذ الصحيح للنظام. ممكن اشتغل ضمن شركات خليوي، سواء كانت محليه مثل سرياتيل، ام تي ان، شركات موجوده بسوريا، او شركات خارج سوريا. اي شركه اتصالات نقاله تحتاج مهندسين قادرين على تنفيذ مشاريعها والبنيه التحتيه لها بشكل اساسي. بنرجع بنحكي عن الميكروويف، عن الاشارات الراديويه، الاشارات الميكرويه، انتشارها وتوزيعها، وكيف انا بقدر اتحكم وسيطر عليها، حقيقة انتشار بحيث كل المشتركين يقدروا يساووا دخول للشبكة، ومثل ما نحن بنحكي انه يقدر يشوف اشارة. وهذا الشيء عم بيكون خلف الكواليس. يعني مهندس الاتصالات مو هو الشخص يلي بيكون على الريسبشن، او هو اللي بدي اقول له بالليل عندك مشكلة بالانترنت او عندك مشكلة بالتليفون بيرد عليك. طبعا لا، هذا الشيء مو مهندس الاتصالات، هذا كتير مفهوم خاطئ بالنسبة لنا. ممكن نفوت بعدها مجال امن المعلومات والتشهير، الحمايه من الاختراق، الحمايه من الهكر، خاصه المعلومات السريه والهامه مثل حسابات بنكيه، ملفات عسكريه وغيرها من هالقصص المهمه. طبعا كمراحل متقدمه وبعد شغل كتير وخبره لا تقل اكيد عن 10 سنين، ممكن يصير مهندس قادر بعد الحصول على شويه شهادات لها علاقه بالاداره انه يشتغل كمدير اعمال او مدير مشروع. ممكن يكون يوصل ضمن مجلس إدارة الشركة أو فريق تنفيذ مشاريع. طبعا هذا الشيء مثل ما حكينا مناصب إدارية. طبعا مناصب إدارية مو بس شهادة، كمان لازم يكون عنده خبرة حتى يقدر يكون عن رأي، حتى الرأي اللي بده يقدمه أو إدارة المشروع تكون عن تجربة عملية. يعني بيعرف ظروف العمل وانطلاقا منها ممكن يقدر يعرف يدير المشروع ويعالج المشاكل اللي بتطلع له. وآخر ما ممكن يوصلها المهندس بعد مشوار طويل من الخبرة هي مستشار للشركة او اداره، يلي راح يكون شغله بعيد عن الاحتكاك المباشر، الاحتكاك التقني بالانظمه الاتصالات او شيء تكنيكال قريب عن التخصص. لا، راح يكون ابعد، راح يقدم نصائح، راح يكون هو مثل من اسمه هو استشاري. بالتالي يعني هو ممكن اي مهندس يختتم عمله بشكل كتير راقي كاستشاري ضمن شركه كبيره، يقدم كل خبرته للجيل اللي بعده، يعطيهم نصائح حتى يقدروا ينفذوا مشاريع كتير كبيره وكتير مهمه. آخر شيء وبنهاية هاي المحاضرة بدي أشكركم لحسن الحضور والإصغاء. بتمنى إنه تكون هالمحاضرة قدمت صورة واضحة نوعا ما عن هذا القسم الممتع بكل المراحل الدراسية، من دخول الجامعة للتخرج للعمل وحتى لمرحلة التقاعد. وأي سؤال أو استفسار عن القسم ممكن جاوبكم بالتواصل معي المهندس أحمد إبراهيم عن طريق الإيميل أو عن طريق حساب الفيسبوك. تقبلوا تحياتي جميعا، ودمتم مدام الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.